السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنلتقي مجددا مع الأعزاء التلاميذ في إطار التهيئ للامتحان الجهوي لمادة الفرنسية، وما يخفاش عليكم الأهمية ديال اللغة الفرنسية نظرا لسببين. السبب الأول هو أنه المعامل مرتفع بالنسبة لهذه المادة، اللي كيساعدنا يا إما باش نجيبوا نقطة مزيانة في الجهوي ولا العكس. وكذلك نظرا لأنه مادة الفرنسية كتخد بعين الاعتبار في إطار السيليكسيون اللي كدار بعد البكالوريا للدخول معاهد عليا ولا مدارس عليا، فلهذا يجب أننا نأخذ هذه النقاط بعين الاعتبار باش نهيئ تهيئ جيد لهذه المادة هذه. وأنا كنقول بأنه الجانب المنهجي كيلعب واحد الدور مهم في إطار التهيئ. فأولا خصني نعرف كيفاش نتعامل مع الامتحان يوم الامتحان، وكذلك خصني نعرف كيفاش نهيئ لهذا الامتحان بشكل جيد قبل ما في المرحلة ديال التهيئ. فالكثير من التلاميذ ربما كيتشكوا انه مثلا ربما كياخذوا وقت كبير في التهيئة، ولكن كيوصلوا انه ياخذوا نقاط مزيانة. وكاين هناك العكس، كاين اللي كيركز في اطار الدراسة ديالو في اطار العمل ديالو، كيعرف شنو كيدير وكيوصل لنتائج ايجابية. فهاد النقط هذه كاملة غنناقشوها في اطار هذا العمل هذا اللي كنقدم لكم، ولا في اطار اعمال اخرى بيان سور اللي غنقدم لكم في الايام المقبلة ان شاء الله. في لي ديسكريبتيف اللي كاين في الاسفل غتحاولوا تاخذوا لي ريفيرونس كاملة اللي من خلالها ممكن انكم توجهوا لي ريزو سوسيو اللي كنديروا فيهم اعمال خاصة بتهيئ الامتحان ديال الجهوي. وفي الديسكريبتيف كذلك ما فيها بس، اذا كانت اسئلة معينة بغيتوا تطرحوها فممكن تطرحوها، ولا ممكن انكم تقترحوا مجموعة ديال الاعمال ولا مجموعة ديال الدروس اللي ممكن نقدموها لكم على مرحبا ممكن نقدموها بدون اي مشكلة. فالنقطة الاولى اللي غادي نناقش فهي الاطار المرجعي. فالاطار المرجعي في الحقيقة خلق واحد ربما ارتياح من جانب اول بالنسبة للتلاميذ، لانهم عرفوا بانهم عندهم الاختيار، ولكن ربما طرح مجموعة ديال التساؤلات ديال كيفية هذا الاختيار غيكون. ولهذا غنناقش هذا الموضوع معكم باش ما تفاجئوش يوم الامتحان ربما بمجموعة ديال المعطيات. فالطريقة السهلة والأصح في الحقيقة اللي خصك دير في إطار نقاش مع مجموعة ديال الناس اللي هما مهتمين بالميدان وكينتميوا لوزارة ولا غيرها كمفتشين إداريين إلى غير ذلك، فالطريق الصحيح نورمالمون اللي خصو يكون في إطار الاختيار هو أنه كنعطيو 3 ديال ليزيبخوف للتلميذ والتلميذ كيختار. فهذه أحسن طريقة لسببين، هو مريحة بالنسبة للتلميذ، مريحة بالنسبة كذلك بالنسبة للإدارة ولا بالنسبة اللي كيحرصوا إلى غير ذلك. لأن علاش؟ أنا ملي كنعطيك 3 ديال المواضيع نهاية المطاف كترد لي واحد، غير الإشارة في حالة إلا عطاكم 3 المواضيع فنقطة مهمة أساسية خصكم تاخدوها بعين الاعتبار هو أنه لا يجب الخلط ما بين هاد لي زيبخوف الثلاثة. كنخدم إبخوف كنخدمها انديبوندومون على لي زوطخ، سافو دير ما يمكنش أنا ناخد مثلا إبخوف ديال أنتيغون ونخدم كومبريهونسيون مع اللونغ مع لا رياكسيون بيرسونيل ومن بعد نجي ناخذ البرودكسيون ايكريت ديال اون اوتر اوفر. لهذا هذه المساله مهمه خصكم تاخذوها. ان ملي كناخذ اون ايبخوف كناخذها في لاطوليتي ديال الشموليه ديالها كامله من ا تال زد. لهذا هذه النقطه خصكم تاخذوها بعين الاعتبار. نرجع للمساله الاساسيه هو انه هذا الاختيار نقدر نقول لكم 99% فاصلة 99 راه غيكون بهذا الشكل هذا، غيعطيكم لي زيبخوف ثلاثة وانتم غتختاروا وحدة وتكتبوها في نهاية المطاف فقط غتردوا وحدة على أساس تاخذوا بعين الاعتبار النقطة اللي أشرت لها من قبل. في حالة ما إلا كان كيقول لك شنو هو ليبخوف اللي باغي، ما كنظنش هذه المسألة ما غتكونش ومستبعد تكون، لأنه ممكن تخلق بلبلة داخل القسم. لأن علاش؟ التلميذ مثلا غايقول لك انا موجد اونتيغون والاغلبيه كيوجدوا اونتيغون، هذا هو الملاحظه اللي لاحظناها في اطار التواصل مع التلام، فالاغلبيه كيوجدوا اونتيغون، ولكن شكون قال لنا بان اونتيغون غتكون ساهل؟ مثلا نفترض ان خديتي اونتيغون والمحدد الاساسي وهو هذا اللي غنتكلموا عليه ونركزوا عليه، راه المحدد الاساسي في الاختيار ديالكم باش نكون واضح معكم، راه المحدد الاساسي هو لا برودكسيون، لان قلنا الكومبريهونسيون مع اللونغ مع لا رياكسيون بيرسونيل هادو 10 النقاط. وكما كان الحال واخا ولو انكم ما تكونوش مهيئين بشكل كبير لواحد لوغ، راه كما كان الحال راكم تجاوبوا على مجموعه ديال الاسئله. ف
في اطار التواصل معكم كنعطيكم مجموعه المعطيات، كنعطيكم دي ريزومي، ممكن دوز غير واحد النهار ولا يومين تراجعهم وتعاود المراجعه ديال المعطيات هذه. في اطار التواصل ديالكم معنا في لي ريزو سوسيو ولا في اطار التهيئ ديالكم، فما كاينش معطيات كبيره خصكم تكونوا كتعرفوها على لو واش ممكن توصل لنقطه جيده، لانه الجانب المنهجي هو اللي كيلعب دور كبير. فمعطيات بسيطه خصكم تعرفوها وممكن تجاوبوا على الاسئله، لان علاش اولا السؤال الاول والثاني كيكون عنده مع علاقه مع لا كونتكستواليزاسيون، مع لوفر، مع لوتور، مع بليز او موان سارتان زيفيرمون في حالات كيطلبوا لكم لا سيتوياسيون كيكونوا معروفه كتكون باينه واضحه. كاين كاتر كيسيون اللي عندهم علاقه مع الاناليز ديال لو تاكس وديال لوفر، وبارفوا ماشي بارفوا غالبا كيكونوا هاد المعطيات عندك في النص، ما كتطلبش منك مجهود. اذن علاش انا غنخاف من واحد لوفر وما نخافش من واحد اخر؟ غير مساله مهمه خصك بين قوسين، راه في حاله ما اخترت غير اوبر وحده، شكون قال لي بان هاد لوفر هادي غتكون سهله ما غتكونش صعيبه؟ لانه باش نكون واضحين راه دازو مثلا مجموعه ديال لي زيبروف، نقول لكم مثلا اونتيغون اللي بغى يختار اونتيغون الدار البيضاء 2011 كان امتحان صعب وكان استياء كبير ديال التلاميذ ديال الدار البيضاء ولا الجهه ديال الدار البيضاء بشكل عام. اذا ف كنقول اي واحد كيختار اوفر من وحده اخرى راه كينتحر شويه في الاختيارات ديالو، كي يخلي داك الهامش ديال الاختيار انه ينقص. فاذا كان بامكانكم انكم تهيئوا ثلاثه ديال لي زوفر فداك، فاذا ما كانش على الاقل هيئوا لي زوفر اللي قريتو على الاقل في القسم. راه الاغلبيه ديال الكلام راه قراو دو زوفر، يا يعني اما قراو اونتيغون مع لاباطا ميغفي ولا قراو لو ديرني جور دون كوندوني مع لاباطا ميغفي. لان غير هاد المساله ديال شنو هو لو رومون ولا لوفر اللي كيسبق ولا الى غير ذلك ففيها نقاش، لانه وما نقولش بانه هاد الاستاذ هو اللي صح واحد اخر، لا، لانه كاين اجتهاد في اطار المذكرات اللي كانت قبل، فكاين اللي اعتمد على نصوص معينه وكاين اللي اعتمد على اخرى. اما لاباطا ميغفي في الحقيقه هي الاولى، كتبقى المساله ديال لونتيغون ولا لو ديرني جور دون كوندوني، مناش غنبدا هذا فيها نقاش وما فيها بس اننا نساو هذا الموضوع هذا لانه مش الوقت ديالو، انه نتمنى انه يدارك من طرف الوزاره في المراحل المقبله باش ما يبقاش واحد الخلط عن التلامذه وما يبقاش عندهم واحد الارتباك في اطار تهيئ الامتحانات ديالهم. فاكيد علاش قلت انه عمليه ديال الانتحار للتلامذ اللي كيهيئوا فقط اوفر وحده، لانه شكون قالنا بانه هاد لوفر اللي غطيح غتكون في المتناول ديالهم بالنسبه للكيسيون ولا بالنسبه لا برودكسيون كيت؟ وهنا غنرجع كنقول لكم بان المحدد الاساسي هو لا برودكسيون كيت، لان عليه 10 نقط. ففي اطار تهيئ الامتحانات فالتلامذ ربما بعض المرات كنطرح لهم دي سوجي دوري، فكتلقى التلميذ في اول وهله كيقول لك استاذ ما هذا السوجي ما فيهش بزاف ما يتقال، ما عندناش دي زاكيمون شنو نكتبوا، حتى كتستمر معاهم في النقاش، واحد كيعطي فكره وواحد كيعطي فكره واحده اخرى الى غير ذلك، عاد كيبان دي زاكيمون كيبان لهم بانه السوجي في المتناول. لهذا نفترض انه مثلا انت اخترتي اونتيغون، هذا افتراض اخترتي اونتيغون وما عندكش لقيت قريتي السوجي وما لقيتيش دي زاكيمون، كل اكيد بانه ما توصلش انك تاخذ نقطه ايجابيه. لهذا فمن الضروري في حدود انه مازال شويه ديال الوقت ما فيها بس على الاقل توجدوا دو زور، فعلى الاقل يبقى لكم هذا الاختيار ما بين دو زور. اذا انا قلت بانه غالب الظن وهذا الشيء هذا غناكدوا عليه بيان سور ملي غيجينا تاكيد، درنا مجموعه ديال الاتصالات التوجه هو هذا فين غادي، ولكن باش ناكدوا لكم بعد اون فوا غادي يجينا مساله رسميه باش نكون واضح معكم ما نكونوش كنكذبوا عليكم. ف اون فوا غادي تجي بشكل رسمي ولا ربما تخرج الوزاره بشكل رسمي باش توضح هذا الاختيار كيفاش غيكون، فحاولوا تهيئوا دو زوفر. لان علاش انا كنقول الوالو انه ما يكونش الاختيار، مثلا والو انه الاختيار طريقه انه مثلا غيقول لك خذ اوفر وجلس بلاصتك، رغم انه ما كنطلبوش نورمالمون من التلميذ انه يجي عندك، انت كتعطي له كتمشي وكتعطيه كتعطيه لي بروف. فكما دارت كدارت مجموعه ديال المواد منها الفلسفه الى غير ذلك في اطار الاختيار، كيعطيو ثلاثه المواد حتى كتكتب موضوع واحد، راه لا ميم شوز غالب الظن غيكون بالنسبه للفرنسيه. نرجع انه في حاله الا كان مثلا كيقول لك شمن افغ بغيتي، كتقول له مثلا اونتيغون، لان الاغلبيه مثلا نختار اونتيغون، تقول له اونتيغون لقيتي مشكل في لا برودكسيون كيت، انا اول حاجه نطلب منك هو قرا لا برودكسيون كيت. الا لقيتي داك لا برودكسيون كيت صعيب عليك انك توصل تعطي دي زارغيمون انك دير تحليل شخصي ديالك، ف
كنقول انا من حقك انك تطلب ابحاث واحد اخر، لان اكيد بانه راه لا برودكسيون اكريت هي اللي كتخلي التلميذ انه يجيب نقطه مزيانه ولا غير ذلك. الا جبتي نقطه مزيانه في البرودكسيون اكريت فهي اللي غتخليك انك تجيب نقطه في ليبروف دون مانيير جينيرال. فنتمنى انه هذه الفكره نكون وضحتها بشكل جيد. ها اذا عندي 3 شوا كنختار من اطار لا برودكسيون كريت، ما فيهاش ندير كذلك نضر على الكومبريونسيون مع اللونغ باش يكون الاختيار ديالي نهائي باش ما نبقاش متردد. وفي حالتي الا عطاوكم فقط ابخوف وحده راه من حقك، انا كنقول من حقك انك مثلا نقول انا هو لا برودكسيون كريت جونيغيا عادية ما عندي ما نقول فيها، بغيت ابخوف وحده اخرى. وهنا كنكونوا خلصنا وكنأكد بانه غيكون اتصالات اخرى، لانه ربما جات معنا شهر 8 ما استطعتناش انه ندير اتصالات مع الناس لا سورس باش يعطيونا الكلمه الاخيره في هذا الموضوع هذا. اذن الى عطاونا 3 كنختار من خلال البرودكسيون كيت وندير واحد النظره على لا كيسيون في اطار عطاني وحده كنقرا البرودكسيون كيت. الا ما بان لي والو في داك البرودكسيون كيت كنقول له استاذ انا غير لي هذه، واكيد بانه راه غيتساعدوا معكم لانه كاين ظروف خاصه غادي ياخذوها بعين الاعتبار بيان سور. وكل اي مركز راه ما كيبغيش انه يدخل في مشاكل ولا في اطار مشدد مع التلاميذ، خصوصا ملي كيكونوا مجموعه ديال الامور بحال هذا الشكل هذا. نرجع دابا باش نتكلم بعجاله انه وصلت انني نختار كيفاش نتعامل مع لو سوجي ديالي مع لي بروف ديالي. فكنأكد انه كنقراو لي بروف باردون كنقرا لو تكست اللي عندنا جوج مرات، كنقرا جوج مرات راه ما كنضيعش الوقت، لان بالعكس هنا كنأكد على الجانب المنهجي. كنقرا لو تكست دو فوا كنقرا لي كيسيون كاملين بما فيهم لا برودكسيون اكريت. كناخذ واحد الورقه ديال الوسخ واحد الجهه كنكتب فيها بو كونتر لي زارغيمون، واحد الجهه واحده اخرى كنخليها للوسخ. بالنسبه للجهه ديال طنجه تطوان مؤخرا كيعطيونا نجاوبوا في نفس الورقه، اذا ما عنديش مشكل. اي سؤال ما وصلت من بعد ملي كنبدا في التحرير، اي سؤال بان لي واضح كنكتبه بشكل مباشر، اي سؤال عندي ربما شك فيه كنكتبه في الوسخ ديالي مع نرقمه ومن بعد ممكن نرجع له. ولكن قبل ما نبدا هذا الشيء علاش قلت لكم تقراو لا برودكسيون كيت باش اون فوا تبان لي ارغيمون حجج معينه خصني نبدا نكتبها في بور ولا في كونتر، لانه في اطار لي فيديو كذلك اللي درنا في اطار دي شيما في اطار اعمال واحده اخرى غنديروها كذلك. فا اون فوا يكون عندك لي زارغيمون لا برودكسيون كيت سالات. والشيما الايجابيه ديالها هو انه كتخليك انك تاخذ دير شنو خصو يدار في البرودكسيون، دير شنو خصو يدار في الديفلوبمون، دير شنو خصو يدار في لا كونكلوزيون. قلنا لا كيسيون الاولى كيكونوا دونك داك كيسيون دو كونتيكستواليزاسيون عندهم علاقه. من بعد ممكن نعطيكم واحد لو تابلو ريكابيتيلاتيف ديال لي زيفينمون ولا لي زانفورماسيون اللي خصكم تعرفوهم من خلال لي زوفر كاملين. اذن النقطه الاولى مؤكد غتجيبوها في اطار ان بتي ريزومي ولا ريزومي شابيتر بار شابيتر ولا سين بار سين. كذلك ممكن انه حتى السؤال الثاني تجاوبوا عليه. بالنسبه للسؤال الرابع خامس سادس سابع فهادو عندهم علاقه مع اون اناليز بيرسونال من خلال داكشي اللي فهمتي من لو تاكس ولا من خلال داكشي اللي فهمتي في لوغ، فمراجعه بسيطه للمعطيات اللي عندكم ممكن تجاوبوا على هاد لي كاتر كيسيون سون بروبليم. لي كيسيون دو لونغ باينين واضحين معروفش يمكن مقرر، الا بعض المرات كذلك كيطرحوا مجموعه ديال الاسئله عندها علاقه مع اللونغ، ولكن ماشي بالضروري اللي درتي واحد العام في لا بروميير اني ممكن ديرهم تكونوا درتهم قبل. فاذا خصها تكون مراجعه شامله، ومن هذا الجانب ما فيها باس يكون عندكم واحد الطابلو ريكابيتيليف ديال لي ليان لوجيك اللي ممكن تساعدكم في لا برودكسيون كيت ولا كذلك بالنسبه للونغ. وبالنسبه الكاسيون 9 و 8 باردون 9 و 10 هادو لا رياكسيون بيرسونيل خصها تبدا بدي زيكسبرسيون سولو موا مون افي جو كرو كو جو بونس كو جي لابريسيون كو اكسيتيرا، وكتبدا تعطي لو بوان دو في بيرسونيل ديالك مع الحجج مع لي زارغيمون على حسب لا كيسيون اللي مطروحه لك. وهنا كنمروا لا برودكسيون كريت اللي كتكون ديجا قلنا كتبتي لي زارغيمون، يسفي الا كان واحد لو شيما مطروح عندك فانت كتوصل في نهايه المطاف تعرف شنو خصك دير في لانترودكسيون، شنو تعرف دير في الديفلوبمون، تا
تعرف شنو ندير في لا كونكلوزيون، ما غنناقش هذا الموضوع ديال البرودكسيون كريت بزاف، فديجا ناقشنا بشكل مستفيض في دي فيديو وحدين اخرى من اعمال واحده اخرى، ولكن مازال عندنا لقاء اخر باش نناقشوا الموضوع ديال كورونا فيروس ولا مواضيع اخرى ولا دي شيء وحدين اخرين اكسيتيرا اللي ممكن يساعدكم باش توصلوا انكم تاخذوا نقطه ايجابيه، وهذا الشيء اللي نتمناه. وتفاعلوا معنا وشجعونا في لي فيديو ديالنا باللي لايك ديالكم بلي بارطاج مع الماكسيموم بوسيبل ديال لي زيفينمون ديال الاصدقاء ديالكم، باش انه نزولوا هذا الخلل اللي كان ديال انه ما كانش التواصل معكم بشكل قريب، فهو يكون عن بعد، ونوصلوا للكلام ديال اللي كتعرفوا هاد الاعمال اللي كنديروها باش يكونوا على احسن استعداد للامتحان الجهوي اللي نتمنى انكم تكونوا ناجحين فيه، ولنا لقاء قريب وتواصلوا معنا، والسلام عليكم.